السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف فرق بين أبرود برود أبورد بورد بورد. تعالى كده الأول واحدة اللي هي أبرود. أبرود دي معناها خارج البلاد، وبنقول مثلا مثال هي ترافلد أبرود لاست يير، اللي هو سافر خارج البلاد اللي هي السنة الماضية. إنما كلمة برود اللي هي مش موجودة أصلا فيها الإيه معناها واسع، ونقول مثلا مثال this street is broad، فبنقول إن الشارع ده إيه واسع. طيب بعد كده عندي أبورد. خلي بالك إن أبورد بتساوي أون بورد، ومعناها على متن السفينة أو على متن الطائرة. زي ما أقولك I was aboard the plane، أنا كنت على متن السفينة على متن الطائرة، أو كنت على الطائرة when the passengers were killed، عندما إيه عندما الركاب ماتوا. بورد ودي مشهورة وكلنا عارفينها، اللي معناها سبورة أو لوح خشب، فبنقول the teacher explained، المدرس شرح the lesson on the board، يعني شرح الدرس على الايه على البورد اللي هو السبورة. بعد كده عندي بورد اللي معناها يشعر بالملل لما بوصف مثلا شخص، فبقول ايه he doesn't like this film، اللي هو ما بيش بيحب هذا الفيلم، so he feels bored، يعني لذلك هو شعر بالايه بالملل، لان هو اكيد هو مش بيحب الايه بيحب الفيلم. بس كده ده الفرق بين الخمس كلمات دول. اتمنى اكون وضحت لك الفرق بينهم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.